على خلفية التعليمة الأخيرة للوزير الأول عبد المالك سلال الموجهة إلى أعضاء الحكومة والولاة والمديرية العامة للوظيفة العمومي الخميس الماضي، طالب العديد من المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر الحكومة بضرورة التوجه نحو اقتصاد متنوع قائم على إنتاج الثروة بدل التبعية المطلقة لبرميل النفط. وحسب البعض فإن التوجه الجديد أصبح مفروضاً بعد تواصل انهيار سعر برميل البترول في الأسواق الدولية. اليوم على كل حال دخلنا في التحديات، والتحديات لازم تترفع، ولابد نجد نفسنا لكي على كل نخلق يعني ثروات هنا في الجزائر، ما نبقاش على كل حال متعلق بالمدخول على المدخول المحروقات. عندنا على كل حال امكانيات، عندنا أرشة سعة، ندخل على كل حال في تكوين فلاحة اللي تعطينا تغطيات للشعب للأكل تاعنا. هذه واحد. ثانية ندخل في صناعة. ثالثة ندخل في السيرفيس. هذا تحديات لابد أن نجند جميع على كل حال المتعاملين الاقتصاديين من جهة، ونجند الشعب كذلك والعمال لهذا الباب. هذا ندخل مسيرة جديدة، لأن فيه ضغوط من الخارج، ضغوط نقص على كل أسعار البترول، ضغط علينا على كل حال المدخولات اللي ما عندناش بزاف، وينما عندنا خزينة. بعض المتعاملين الاقتصاديين طالبوا الدولة بتدعيم المؤسسات الاقتصادية الجزائرية للرفع من الإنتاج الوطني وخلق اقتصاد منتج. لأن الظروف اللي راني فيها اليوم في الجزائر تحثنا على البحث على كل فرص التي من خلالها نتحصل على مداخل جديدة. كان يعني مطلب من طرفنا أن الدولة دعم المؤسسة الجزائرية والإنتاج الجزائري. ما عندناش حل، يعني مليح أن يكون عندنا مداخل من النفط، ولكن أفضل أن هذه المداخل تتنوع وتستخلفها اقتصاد منتج، مداخل من مواد منتوجة في البلاد. وتعرف الجزائر باعتمادها المطلق في تمويل موازناتها السنوية على العائدات النفطية، ما يتسبب في حال تراجع مضطرد لأسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية إلى تأثر واضح على سياستها المالية في تسيير الشأن العام.